ke-6. Peserta ke-6 ini akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim daripada surah Al-Furqan bermula ayat 45 dengan taranum wajib, bayati dan jiharka. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
وكفى به بذنوبه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.